الثلج هكا وسلاطة على البحر. اليوم جو عندنا تو جمعتين نحب نحضرها هذه. جمعة هذه عندنا أمال جاية من فرنسا تنابين عندنا نادر حمايد صاحبي ضيفناهم هنا عندنا دارين تريكي جاية من تونس حبينا نعرفوا بدار علوش وبحر دار علوش والكلم تاع دار علوش جبناهم هنا عندنا جمعتين نحضروا لها جبنا الفطور جبنا الغلة جبنا جازوز وعملنا لما وبعد إن شاء الله باش نعملوا مفاجأة للبنت نواه شكيلي فهمت عندها عيد ميلاد اليوم باش نحب نعملوا لها على البحر بعد نصارية فهمت عايشك بارك الله فيك. كيف عرفت لهم من البحر دار علوشة احكي لنا عليه شنو يميزوا؟ يميزوا فيه بحره ازرق نظيف باقل العباد فما برشا بحورات وقليبيا والواحد معروفين وهذا اما شنو كضاد ياسر برشا عباد هذا ما كبير برشا وعائلات عائلات معناها خاصه العائلات الجروبات في دار علوش خير وعنده ميزه دار علوش يفرحوا بالضيف ياسر فهمت وكل شيء فريشك معناها طماطم فلفل كل شيء هني وعندي نسيب المنجي هذا مركب لنا الجيتون هذا تقال نتمتعوا بها فهمتني شو هلا مش كيما باراسول وكل الحاجات اللي هذا احنا نحبوا حاجه عربي فهمت هذاك علاش نحبوا دار علوش نحبوا بعد جمعتين مره نعملوا راي شوي فيها على البحر على الفحم شوي فيها على الفحم ايوه على البحر لهنا في دار علو جبتوها معاكم من الدار اي بالثانيه بالثانيه زيد اي بالثانيه شنو اخر جبتوا معاكم من الدار جبنا كل شيء جيبوا خيرة ربي لهوني ماكلة وكل شيء وتجيو تبنكوا برتو على بعض ديما هكا الجو تونسي ميبل لا جيو مصباح راحوا في الليل كاين على البلاصة هذه شنو اللي يخليكم تجيو لهنا شنو اللي يميزها بلاصتنا ديجا عايشين فيها احنا معناتها قريبة لنا ونجيو نبحروا لنا ونصيفوا لنا حاجة تتفرهدوا انكم تهبطوا لهوني تعب الفلاحة يخليك تتلذذ في الويكاند تجي للبحر ايه انا والعائلة دار احماتي كله شو الفطور اليوم كسكسي بالحوت جيرانكم كسكسي بالعصبين وانتم كسكسي بالحوت وما شاء الله